استضافت مملكة البحرين ممثلة بهيئة البحرين للسياحة والمعارض الدورة 109 لاجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة الذي يضم 35 دولة، حيث ناقش هذا الاجتماع رؤية المنظمة لقطاع السياحة العالمي بحلول عام 2030، كما رسم خطط وأولويات القطاع خلال العامين المقبلين. وتمت خلال هذه الدورة مناقشة العديد من الشؤون والمواضيع المتعلقة، بما في ذلك تقرير الأمين العام وبرنامج العمل العام والتقرير المالي، بالإضافة إلى مستجدات وحدة التفتيش المشتركة وغيرها من الأمور الإدارية. كذلك تمت مناقشة إعداد تقرير الجمعية العمومية والأعضاء المنتسبين، بالإضافة إلى انتخاب نواب الرؤساء للمجلس التنفيذي لعام 2019. وبهذه المناسبة قال سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني إن الاجتماع سعى لمناقشة التحديات والفرص الأساسية في القطاع السياحي ومشاركة التجارب وابتكار الحلول لتطوير هذا القطاع الحيوي. نسعى أيضا لتعزيز العلاقات مع أعضاء المجلس التنفيذي في سبيل تحقيق أهداف منظمة السياحة العالمية. البحرين انضمت إلى المجلس التنفيذي لأول مرة في العام الماضي، وهذه شرف كبير أن احنا في خلال سنة من انضمامنا نكون دولة مستضيفة لهذا المؤتمر. المؤتمر عقد اليوم بحضور حوالي 35 دولة على مستوى عالي من التمثيل، في عدد كثير من وزراء السياحة ورؤساء هيئات السياحة حاضرين اليوم معنا من جميع أنحاء العالم. وأعتقد نجاحنا في أن احنا نضع البحرين على خارطة العالم السياحية. كثير من الحضور لأول مرة يحضرون للبحرين ودهشوا بما لاقوه في البحرين من حسن الوفادة ومن الاستقبال، وسمعت يعني تعليقات كثيرة منهم أن احنا نأمل نرجع للبحرين مع أصحابنا وعوائلنا في المستقبل. وأعتقد هذه يعني أحد المميزات اللي تميز البحرين، طابعها السلس، والطابع اللي تميز فيه السائح أنه يحس بالراحة وحسن الاستقبال. سعيدين اليوم جدا باحتضان المجلس التنفيذي للمنظمة السياحة العالمية في دورتها 109. الحمد لله مملكة البحرين تم انتخابها كعضو للمجلس التنفيذي لعام 2018 لأربع سنوات القادمة. هذه أول مرة مملكة البحرين تكون في المجلس التنفيذي منذ التحاقها بالمنظمة السياحة العالمية في عام 1975. فالحمد لله بكرة بيكون أيضا في منتدى ابتكار، منتدى الابتكار المصاحب لهذا المجلس التنفيذي، بيكون فرصة لشباب البحرين بحيث أن هناك أكثر من 220 مشارك من حول العالم يزورون البحرين، كلهم ناس عندهم مشاريع فيها ابتكار. وبيكون أيضا هناك مسابقة ابتكار لرواد الأعمال من ضمن هذا المنتدى. This is my second visit. هذه هي الزيارة الثانية لي للمنامة، حيث كانت الزيارة الأولى منذ 8 سنوات. لاحظت التطور الكبير الذي شهدته البحرين خلال الفترة الماضية. البحرين شهدت العديد من المشاريع في البنى التحتية، وذلك يحفز على جذب المزيد من الفعاليات في المملكة. توجد لدينا العديد من المشاريع المهمة التي يمكن تطويرها في البحرين، خاصة في التدريب، حيث بإمكاننا أن نجعل البحرين مركزا للدراسات الدولية للتعليم في منطقة الخليج. كما توجد هناك العديد من المشاريع التي يمكن تطويرها والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة في البحرين، وتحديدا فيما يتعلق بالرياضة والسياحة.